بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم أحبائي الكرام من جد. النهاردة هنتكلم عن تفسير حلم المال. المال طبعا بالنسبة لغالب الأشخاص بيدل على الخير الكثير والوفير بالنسبة لغالب الأشخاص. وطبعا زي ما احنا عارفين إن الأحلام بتختلف من إنسان لآخر، ممكن يكونوا اتنين شايفين نفس الحلم أو الرؤية، بس طبعا التفسير بيكون مختلف ليهم. فتفسير حلم المال في العموم بيدل على الكثرة والرزق والسعة، لكن طبعا بيختلف تفسيره بالنسبة